السلام عليكم، يسعدكم ويسعد كل اوقاتكم انتم وكل احبابكم ان شاء الله. اليوم جاي اعمل معاكم كيكه انا اسميها الكيكه الشتويه. هي كيكه التفاح بالجوز والقرفه، بعتبرها هيك من الكيكات اللي عن جد شتويه، يعني طيبه تتاكل بالشتاء اكثر. بلش نحكي المكونات مشان ما اتاخر عليكم ونطبق الكيكه على السريع. يلا، عندي كاستين طحين منخولين انا منخلتهم وجاهزين، 3 حبات بيض حرارة الغرفة، وعندي علبة لبن زبادي لبن روب، عندي 1/2 كاسة سكر أبيض، 1/2 كاسة سكر بني، ومعلقة بيكنج باودر كبيرة، معلقة قرفة كبيرة، فانيلا، عندي جوز أنا مقطعته تقطيع بالسكينة، مو طحنته طحن. دولة مكونات الكيك. أما الحشوة فراح أحتاج لإلها 2 تفاح كبار مقطعين مكعبات صغيرة زي هيك، عندي معلقة قرفة كبيرة ومعلقتين سكر بني، عندي عصرة ليمونة واحدة تمام، وعندي هون معلقة زبدة، وعندي لوز مقطع مبشور بشر هيك شرايح صغيرة. هلا رح نبدأ بالتجهيز. طبعا هاي الكيكة مثل اي كيكة، رح نبدأ بالمواد السائلة. رح اجيب 3 حبات البيض هدول واضيف عليهم معلقة فانيلا صغيرة تمام، الزيت النباتي، واخفقهم. هلا فيكم تخفقوا البيض والفانيلا اول بعدين تضيفوا الزيت النباتي، برضو بيمشي الحال تمام. هلا رح اضيف السكر زي ما قلنا، 1/2 كاسة من السكر البني و1/2 كاسة من السكر الابيض، واذا ما في سكر بني بنحط 1/2 كاسة من السكر الابيض تمام. بنضلنا بنخفق. هلا رح اضيف عليهم لبن الروب زي ما قلنا، علبة من لبن الروب، علبة صغيرة، برضو رح نخفق معاهم. رح ابلش اضيف الطحين، رح اضيف على الطحين القرفة ومعلقة بيكنج باودر. وشو رح اعمل قبل ما اضيف الجوز؟ رح اضيفه على الطحين اول، يعني ما رح اضيفه على الخليط بعد ما احط الطحين، لا من هلا. شايفين تركت جزء بسيط منه مشان احطه اضيفه على الحشوة. راح ابلش اضيف الخليط شوي شوي واخفق بالتدريج. بعد ما ضفت كل الطحين راح اخفق منيح لي يعطيني القوام اللي بدي اياه للخليط الكيك. هلا الخليط صار عندي جاهز، وانا مجهزة اصلا قالب الكيك دهنته طحين وزيت نباتي، راح اضيف فيه الخليط. راح ابدا بتجهيز الحشوه. نولع غاز، راح اضيف الزبده وهي عم بتدوب راح اضيف معها التفاح، يعني ما راح اتركها تحمى كثير لحالها. اضيف السكر، قلنا 2 معلقة كبار من السكر البني، اضيفهم يتدبلوا منيح مع بعض ليطرد التفاح شوي، انا بدي التفاح يضل فيه شوي يتقرشف، بتركهم يتطبخوا شوي. هون بلشوا يتدبلوا التفاحات، اخذوا طعمة الليمون، زبدة، القرفة، السكر. رح اضيف عليهم جزء من الجوز والجزء الثاني هيك رح ارشه رش. شوفوا كيف خليطي جاهز بالصوص اللي معه. شايفين؟ هذا هو خليط الكيك، الحشوة التفاح اللي عملناها. رح ابلش اضيفه، اضيف الحشوة على وجه خليط الكيك هنا تمام. حطيت الحشوة اللي عملناها، رح اضيف اللوز المبشور اللي قلنا عنه على الوجه ازين فيه كمان. هون بضيف بقية الجوز اللي تركت لكم اياه بالاخير، قلت لكم الفرن انا محميته مجهزته على حرارة 180، راح اتركها بالفرن من 40 لـ45 دقيقة طبعا حسب حماوة الفرن. وهي كيكتي بعد ما طلعت من الفرن، لو الريحة بتتصور كان نفسي اصور لكم اياها. تشموا ريحة المطبخ خيال، عن جد رهيبة. هلا راح اتركها تبرد وبعديها بحطها بطبق التقديم وبنقطعها وبناكلها. بنصحكم تجربوها، سهلة وسريعة وكتير طيبة. لو
لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.